عبد الكريم، كما تعلم يعني لطالما كانت بريطانيا وجهة للطلاب العرب والأجانب يأتون إليها لبدء دراساتهم أو لإكمالها والتخصص في مجالات معينة، فالجامعات البريطانية تحظى بتصنيف متقدم على لائحة أفضل الجامعات العالمية. بالتأكيد نادين، والقدوم إلى بريطانيا ليس بالأمر السهل أو التلقائي، فهناك إجراءات يجب القيام بها قبل الوصول إلى أراضي المملكة المتحدة، وقوانين تحدد وضع الطالب خلال فترة وجوده في هذه البلاد. للإضاءة على بعض الجوانب الخاصة بهذا الموضوع تسرنا استضافة دينا موسى، وهي حائزة على ماجستير في السياسات الاجتماعية والتنمية من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية. أهلا بك وصباح النور. أهلا وسهلا، صباح النور. يعني في البداية بعد تسجيل الطالب في الجامعة ووصوله إلى بريطانيا، هل من إجراءات إدارية تترتب عليه خلال العام الدراسي؟ مظبوط، بيبقى في إجراءات الواحد بيعملها أول ما بيوصل، منها أنه مثلا بيعمل حاجة اسمها البوليس ريجستريشن، فدي حاجة بتبقى بتسجل في دوائر الشرطة يعني. مظبوط، هنا في لندن ده إجراء أمني بيتعمل في خلال أول 30 يوم من وصوله لبريطانيا، بيروح بياخد ميعاد وبيسجل بياناته، باسبوره، رقم البي آر بي بتاعه، طبعا بيستلم الإقامة بتاعته الأول وعلى أساسها هو بيعمل الإجراءات دي. ده بيبقى أول الإجراءات اللي بتتعمل، وأحيانا بياخد من شهرين لثلاثة حسب الضغط اللي موجود ساعتها. بس الإجراء ده برضو من الحاجات اللي الجامعات بتساعد فيها، فأحيانا كتير الجامعة نفسها بيبقى جوه في شؤون الطلبة في المكتب المختص بيساعدوا على تسهيل الإجراءات دي. وغير التسجل لدى دوائر الرشوة، ثاني حاجة بتبقى طبعا السكن. لا طبعا يعني، بس قصدي إجراء إداري بيبقى التسجيل في الجامعة أول حاجة، وبعد كده بتستلمي البي آر بي بتاعك اللي هو الإقامة، الكارت الأيدنتيتي، بيس أوف أيدنتيتي بتاعتك هنا في إنجلترا، وبعد كده بتسجلي يعني. الهوية بالظبط، هوية أو الفيزا يعني، أو الفيزا إقامة. من الفيزا يعني، أنا الفيزا خدتها من مصر، الفيزا بتاخديها من قبل السفر، بتبقى على الباسبور، وبيبقوا مدينك على الباسبور دي بتبقى مدته قصيرة، وبالباسبور بتستلمي الهوية اللي بتقعدي بيها فترة الدراسة بتاعتك هنا. أول ما بتستلمي الهوية بتقومي مسجلة في دوائر الشرطة زي ما قلنا، وبعد كده بيبقى خلاص. اللي تسجيل في دوائر الشرطة بس حتى نوضح للمشاهدين، هو إثبات عنوانك ووجودك بالزبط داخل بريطانيا بالزبط، يعني ليس بمعنى آخر. لا مش حاجة أبدا صعبة. طيب ماذا بالنسبة لسكن الطلاب؟ من يوفر السكن؟ هل هي جامعة؟ هل هناك مراكز أخرى؟ اشرحي لنا ما الذي يحدث. في كذا اختيار عند الطالب. الجامعة عادة بيبقى عندها السكن الخاص بها، بس عادة بيبقى السكن ده مش كافي لكل عدد الطلاب، بيبقى العدد بتاعه محدود، وبالتالي هو بيبقى في إجراءات معينة الطالب بياخدها مع الجامعة بتاعته، بيبقى في مكتب مختص جوه الجامعة للشؤون السكنية، وعلى أساس البادجت بتاعته، الميزانية اللي عنده، الحاجات اللي هو حاببها، حابب مثلا استوديو كامل بتاعه، أوضة فين، الموقع، كل الحاجات دي بيقدم. ولو لسه في أماكن الجامعة بتديله أوفر. الميزة في الموضوع ده obviously إنه بيبقى أرخص نسبيا، بيبقى من خلال الجامعة أرخص يعني، عشان شامل كل حاجة، فبيبقى أسهل كمان. في option إنه الطالب يروح ياخد حاجة خاصة، يجي على إنجلترا بيقعد في حاجة مؤقتة لمدة قصيرة، وبعد كده بيدور على أن يستقر هو يعني في مكان معين. طب بالنسبة للمنحة، ما هي شروط الحصول على المنحة؟ يعني نعلم أنه في مرات الجامعات في البلد الأم توفر منح، لكن هل هناك منح توفر يتم توفيرها داخل بريطانيا؟ يس، أنا من قبل يعني من؟ حسب الجامعات نفسها، معظم الجامعات الكبيرة عندها منح، والمنح دي بتبقى مختلفة، برامج مختلفة، بمتطلبات مختلفة، حسب الجنسيات، حسب التخصصات العلمية، حسب الخبرات اللي هم بيبقوا عايزينها، فبيبقى حسب في شوية ريسيرش لازم يتعمل قبل ما حد يقدم على منحة. الحكومة البريطانية عندها كذا منحة برضو بتقدمها، أنا واخدة منهم واحدة، المنحة بتاعتي من الحكومة البريطانية مش من الحكومة المصرية. في منح زي ما قلنا من الجامعات، في منح بتقدمها منظمات مجتمع مدني مختلفة، سواء في بريطانيا، في أمريكا، في دول مختلفة، في أوروبا وفي العالم كله.
فحسب في كل واحدة منهم بيبقى ليها يعني في عدة متطلبات جهات يمكن مختلفة. أن بالضبط تعطي منحة، وعادة هذه المنحة هل تغطي جميع النفقات؟ برضو دي حاجة بتبقى حسب نسبية أيضا. نسبية الجامعات بالذات أوقات بيقول لك أنه لا أنا هغطي مصاري، هدي لك المنحة أن أنا ما تدفعش مثلا المصاريف بس أنت بتتكفل بمصاريف المعيشة. في منح تانية بتبقى شاملة، أنا المنحة بتاعتي كانت شاملة المصاريف الدراسية ومصاريف المعيشة، فأنا باخد زي مرتب شهري هو ده اللي بغطي بيه مصاريفي من سكن ومواصلات معيشة الحاجات المختلفة. طيب هل هناك شروط معينة فرضت عليك للحصول على هذه المنحة؟ يعني بمعنى العمل في مجال معين بعد التخصص أو بعد لا الحصول على خالص، الشهادة؟ هو الشرط الوحيد طبعا ان انا ارجع مصر، لان هو أها، الفكرة كلها ان هم هذا بينقلوا شرط. لك، ده شرط انه بيدولك الفرصة انك تيجي تتعلمي في واحدة من احسن الجامعات هنا أها، علشان تنزلي ترجعي تدي الخبرات دي تاني للبلد الام. لا، فهي هو في جزئية يعني نوع بالنسبة للمنح التي تقدم للأشياء التي تفيد في تطوير المجتمع المدني في بلدك تمام ينطبق عليها حالتك، اللي هي تمام أنك لابد أنك أنت تثبت عندما تقدم المنحة لماذا سوف تدرسي هذه المادة بالضبط وكيف سوف تسهمي في اكزاكتلي تعميق مظبوط المجتمع المدني في مظبوط بلدك. هذه نوعية من المنح اللي مظبوط التخديئية، منح مسيسة إلى حد ما. نوعية المنح الأخرى التي تعطى في بريطانيا هي بالنسبة للمتفوقين. تمام إذا أنت متفوق في بلدكم بالضبط يوفر لك منحة بالضبط من الجامعة، من الجامعة نفسها مظبوط وحسب درجة وحسب وفي ذلك بتفرق الدرجات على حسب هم قد ايه عايزين الطالب ده. يعني في طلاب معينة بيبقوا متفوقين او بيبقوا موهوبين بشكل معين بحيث ان الجامعة بتبقى حقيقي عايزة تخليهم يبقوا من الالومنايز بتوعهم، وبالتالي بتديهم منحات شاملة بتشمل المصاريف السكن. انا معايا واحد زميلي باخد من الجامعة بتاعتي منحة شاملة زي بتاعتي بالظبط، مغطية مصاريف الجامعة ومصاريف المعيشة كمان. هو هناك في حالات كمان أعجب من ذلك، لأنه كنت أعددت يعني في فيلم عن هذا الموضوع، في طلاب يأتوا من دول ثرية، أصلا دول عربية ثرية، تمام من شدة تفوقه الجامعة تستثمر فيه هي تمام أيضا، بل وذكر أنهم أنشأوا قسم خاص بسبب هذا الطالب واشتروا معدات، فحسب درجة تفوقك مظبوط بتكون ال 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 في نوع آخر من المنح هنا في بريطانيا، اللي هو بتعطيه من داخل بريطانيا، اللي بتعطيه المنظمات الإثنية، يعني اللي قد تكون مدعومة بريطانيا أو مدعومة بالأمم المتحدة والآخري. مثلا يكون في منظمة تدعم التعليم في أفريقيا أو إلى آخره. تمام هل تحدثين عن نوعية المنح اللي بتعطيها هذه المنظمات؟ الحقيقة ما عنديش قوي عنها فكرة عشان أتكلم عليها، بس هو زي ما قلت لحضرتك هو بيبقى فيه أنواع مختلفة جدا من المنح بتبقى حسب اهتمام الطالب وحسب يعني على كمان الطالب أيضا أن يبذل جهد مجهود وأن في بتاعه يبحث عن بالظبط المحنة بالظبط المنحة المنحة بالظبط المنحة المناسبة لوضعه. مظبوط شكرا جزيلا ميرسي لك جدا لكم إذن دينا موسى على كل هذه المعلومات. أهلا ميرسي.